بالعناوين أنه راح يكون معنا موضوع الثقة بالنفس. الثقة بالنفس التي تعد واحدة من الأمور التي يجب أن يمتلكها الإنسان في حياته الشخصية والمهنية والعائلية. وصح كلام من قال: الثقة بالنفس تجعل من العصفور صقرا ومن الوردة حديقة ومن الحلم حقيقة. لذلك أقول لكم: ثقوا بأنفسكم وتوكلوا على الله. طبعا ولمناقشة هذا الموضوع أسعد في هذا الصباح الجميل أن أستضيف المدربة في التنمية الذاتية السيدة خولة عمامرة. صباح النور. صباح النور، شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني واجبنا. نعم، صباح الخير يا خولة، مرحبا بك معنا. لكن يعني عجبتني المقولة عبود. أكيد، يعني من أروع المقولات قالها يعني الكبير جبران خليل جبران. نعم. طيب، في البداية موضوعنا هو الثقة بالنفس. لابد أن نقف عند تعريف أو مفهوم الثقة بالنفس باش نوضحوا أكثر الصور. في أبسط تعريف لها، ثقة بالنفس عندها تعريفات كثيرة ومتعددة وعلى حسب الجانب الذي تريد أن تناقشه، لكن في أبسط تعريف لها هي قدرتك وقناعتك التامة التي لا يضاهيها أي شك على أنك تستطيع أن تحقق أحلامك وأهدافك التي رسمتها لنفسك. يعني وأنت مقبل على اجتياز امتحان معين، مسابقة معينة، اكتساب مهارة معينة، على المخاطبة الجماهير، أينما كان الأمر الذي أنت بصدد القيام به، أن تعتقد يقين ثابت، ليس ثقة وإنما يقين ثابت، أنك تستطيع، بإمكانك ذلك. يعني قاعدة في التنمية البشرية تقول: إذا كان شخص ما استطاع إنجاز شيء ما، هذا خلي لي عندي داخلي يقين أني أنا أيضا بإمكاني أني أحققه. إذا كان هناك أمر لم يستطعه أي شخص، فلما لا أكون أنا النمبر وان، أنا رقم واحد الذي يحقق ذلك الشيء. هذا هو مختصر ثقة بالنفس، أنك تنطلق ليس في النهاية وإنما في بداية حلمك، أنك تنطلق في حلمك وتنطلق إلى حلمك وأنت على يقين أنك مجرد خطوات، مسألة وقت، وسينتهي الأمر بتحقيق ما تريد. نعم. السيدة خولة، لابد يعني لتحقيق الثقة بالنفس لابد من تعزيز أو أن يعزز المرء من نفسه ومن مهاراته العديدة. فما هي المهارات التي يمكننا أو بها نعزز ثقتنا بنفسنا؟ الثقة بالنفس هي مثل الجبل الجليدي الذي يظهر على البحر، في تحته أطنان من الجليد. هذه ثقة بالنفس هي محصلة، هي نتيجة ختامية لعمل داخلي كبير وكبير جدا. ثقة بالنفس تتكون من أشياء كثيرة، واحدة بين أهم أركان بناء ثقة الإنسان بنفسه هي تقديره لذاته، استحقاقه. كل ما ارتفع التقدير الذاتي، كل ما ارتفع الاستحقاق الذاتي، ارتفعت معه الثقة بالنفس. وشو الاستحقاق الذاتي والتقدير الذاتي؟ هي ظني في داخلي، الظن الثابت اليقيني أني أستحق أن أحصل على ما أريد، أني مستاهل أن يكون في المنصب الذي أريد، أني مستاهل أن نحصل على المرتبة التي أطمح وأصبو إليها، شرط طبعا أني أسعى إليها بكل ما أتيت من قوة، وأني نوفر لها كل أسباب تحقيقها. أيضا نقطة مهمة في الثقة بالنفس هي الصورة الذاتية. ماذا أظن أنا عني أنا؟ ليس ما يظنه الآخرون، ليس ما يظنه الأهل والأصدقاء والأساتذة والمحيط والزملاء العمل وما إلى ذلك، ولكن ما أظنه أنا عن نفسي. كل ما كان ظني في نفسي جميل، كل ما كان عملي على نفسي لتحسين ظني كان جميل، كل ما زادت ثقتي بنفسي وارتفع. نعم. طيب، هل الثقة بالنفس ربما هي مهارة أو تتكون مع شخصية الإنسان؟ يعني بلك يكون جاز بمراحل صعبة من حياته، من طفولته إلى غاية ما يكبر، هل هذا الشيء ربما يزيد من ثقته بالنفس أو يضعفها؟ سؤال في محله، سؤال جميل جدا. شوفي، أكثر مرحلة يكون فيها الإنسان في قمة ثقته بنفسه هو من عمر الطفولة، هو صغير. كل ما كان صغير، كل ما كان ثقة في نفس في أعلى مراحلها. يولد الإنسان وهو في أعلى مراحل ثقته في نفسه. وهنا كلامي خاصة للأمهات والآباء، أنه عليهم ليس تكوين ثقة الأطفال وإنما المحافظة، لأنه الثقة موجودة أصلا، يجب عليهم أن يتعلموا أن يحافظوا على ثقة أولادهم بأنفسهم. كل ما كبر، كل ما نما في العمر وتطور وكثرة احتكاكه بالمحيط الخارجي غير عن الوالدين، كل ما دخل فيه أصدقاء، زملاء دراسة، أساتذة، إدارة، عمال، زملاء في العمل وما إلى ذلك، تتعرض هذه المهارة إذا صح التعبير إلى الانخفاض والارتفاع. إذا بالمختصر، الثقة بالنفس فطرية
يولد بها الإنسان، ولكن حتى ولو تعرض ربما مثل ما تفضلت الحوادث ولا الردود أفعال ربما انقصت، احتكاكه مع المحيط الخارجي. نعم، نعم، احتكاكه مع المحيط الخارجي أثر على ثقته بنفسه إلى أنها تبقى دائما مكتسبة، ويبقى دائما الإنسان بإمكانه أن يعززها، بإمكانه أن يعيد بنائها، بإمكانه أن يستعيدها ويسترجعها، وبالعكس قد تكون أفضل مما كان عليه. نعم، يعني استرجاع الثقة بالنفس مفتوح للجميع من خلال ربما التمارين، من خلال ربما بعض المهارات اللي يقوم بها حتى يعزز ثقته بنفسه. على ذكر استرجاع الثقة بالنفس، أكيد عند المدربين وفي قانون التدريب يوجد بعض التمارين اللي يقدر يعملها المرء حتى يعزز ثقته بنفسه، لو نتحدث عليها قليلا. نعم، هي خليني بك أفتح قوس قبل ما نبدأ التمارين. لا يمكن للإنسان أن يثق بشخص لا يعرفه. يعني لو هذا أول لقاء بيننا وأنت لا تعرفني ولا أنت لا تعرفينني، كيف بإمكانك أن تثقي فيه؟ لا يمكن للإنسان أن يثق بنفسه إلا إذا عرفها. كيف أعرف نفسي؟ في جلسات أنا ونفسي فقط في غرفة مغلقة، وركز مع نفسي، أخذ ورقة وقلم وأكتب من أنا؟ بالنسبة لي من أنا؟ أنا هل أنا الاسم واللقب؟ هل أنا العمر؟ هل أنا الحالة الاجتماعية؟ هل أنا الوظيفة؟ هل أنا الأم؟ هل أنا الأخت؟ من أنا؟ أكتب كل ما أعرفه عن نفسي، رقم واحد. يعني معرفة الذات. نعم، أعرف نفسي، أعرف نفسي من خلال نفسي. ثم أنتقل إلى نقطة مهمة اللي هي رسالتي في الحياة. لماذا أنا موجودة الآن؟ رؤيتي في الحياة، ما هي أهدافي في الحياة؟ وهذا يشكل واحد بين أهم نقاط التي تعرف بها الإنسان عن نفسه. ما هي أهدافه في هذه الحياة؟ ما هي رسالته في الحياة؟ ما هي رؤيته في الحياة؟ ما هي القيم التي ينبني عليها ردود أفعاله، أهدافه، قيمته، رسالته؟ القيم، أنا أقصد بالقيم كل الأمور المركزية التي تسير أفعاله وردود أفعاله. بعد ما نتعرف نفسي ننتقل إلى مرحلة ثانية اللي هي الحب، أن أحب نفسي. كيف أحب نفسي؟ أن أتقبلها. شوفوا دائما عندنا مقياسين، عندنا أشياء خلقها فينا ربي سبحانه غير قابلة للتعديل ولا للتبديل مهما صار. هذه الأمور يجب أن نقابلها بالتقبل. مثلا الوالد والوالدة، أنا ليس لدي الحق في تغيير الوالد والوالدة، يعني خلاص الأمر محسوم. هنا يجب أن أقابل هذا الوضع بالتقبل. مثلا شكلي، طولي، مهما سعيت لن أستطيع أن أغير من طولي. أكيد، يعني تقبل ذلك الشيء يجب أن نتقبل. إذن يجب أن يتقبل الإنسان كل الأمور التي لا يستطيع تغييرها، ثم ننتقل إلى مرحلة ثانية هي تغيير الأمور التي بإمكانه أن يغيرها. مثلا أنا شخص، أنا والمواعيد خطاني متوازيان لا يلتقيان، اتفقت أنا وأنت على أن نلتقي الساعة 8، جيتك 9 إلى ربع. هذا أمر يجب أن أعمل عليه، يجب أن أغيره. إذن عندنا شقين، الشق الأول الأمور التي موجودة فيها ولا يمكن أن أغيرها، يجب أن أحبها وأتقبلها مثل ما هي. الأمور الثانية اللي هي تدخل في اكتشاف نقاط القوة ونقاط الضعف وتصحيحها ما أمكن. بعد ما نتعرف على نفسي، بعد ما نحبها، هنا حتبدأ تخرج الثقة بالنفس، نحن تتكون ثقة بالنفس. بالنسبة للتمارين مثل ما تفضل، التمارين كثيرة وكثيرة جدا. واحدة من بين يعني التمارين الناجعة، خذ مرآة، قابل نفسك في المرآة، تتحدث مع نفسك. نحن عندما عادة عندما نلتقي مع الآخرين نحاول أن نتخير دائما أفضل الكلمات. صباح الخير، صباح النور، كيف حالك، نلتقي أفضل الكلمات والعبارات الممكنة. لكن مع حديثنا مع نفسنا كيف يكون هذا الحديث؟ دائما في الغالب الأعم للأسف الشديد في إحصائيات أنه تقريبا حوالي 72% من كلامنا الداخلي لأنفسنا يكون كلام سلبي. يا لماذا لم تكوني بهذا المستوى؟ لماذا شكلك هكذا؟ لماذا قمت برد الفعل هذا؟ لماذا تأخرتي هنا؟ لماذا جلد الذات؟ يعني جلد الذات، جلد الذات، وهذا مصطلح مهم ومهم جدا. إذن هنا يجب أن نحسن قدر المستطاع كلامنا مع ذاتنا. أنظر في المرآة وأتحدث معها وكأني أتحدث إلى صديق قريب ومقرب، كأني أتحدث إلى شخص أحبه بجد. مثلا أنا أحب نفسي، أقولها بكل 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 ثقة، أنا أحب نفسي، أنا واثقة في نفسي، أنا أحترم نفسي. كل ما قلتها وكل ما كررتها، العقل يتعلم بالتكرار. كل ما كررت هذا الوضع، كل ما قلت أنا واثقة في نفسي، خولة عمامرة واثقة في نفسها، أنا أحب نفسي، أنا أحترم نفسي، أنا أحترم رغباتي، أنا أحترم أني في فترة تعب يجب أن أرتاح، أنا أحترم أني عندي قدرات محدودة في هذا الجانب لكن أنا متميزة في هذا الجانب، أنا إنسانة رائعة، أنا إنسانة محبة، أنا إنسانة متسامحة، أنا إنسانة كريمة. هذا الكلام الإيجابي مع التكرار مع التكرار مع التكرار، بمناسبة بدون مناسبة، في كل يوم صباح، كل يوم. مش مرتبط بوقت. في كل مرة حبيتي تعزي ثقتك بنفسك، كل مرة
مررتي من امام المراه مش بحتى نشوف يا وش بها بشرتي هنا يا وش هذا الخطا يا وش لا نخزر واتحدث وانظر وكل عيني مصوبه الى عيني وانا مثبته مع روحي وانا اقول انا واثقه في نفسي. وحتى انه تمرين بسيط يعني متاح للكل المرآت يعني ما فيش بيت ما فيش مرآت. نعم واحد من بين التمارين الفعاله الاخرى هي كراس صغير كل يوم قبل ان تنام اكتب 3 أمور حدثت معك بشكل ايجابي. نعم. حدثت نعم. معك ايجابيا مثلا قدر الكثيرون دائما في الدورات يقولوا لي استاذه كيف نوفر 3 أمور ايجابيه كل يوم؟ لا الامور الايجابيه متوفره كل يوم. مثلا حافظت على صلواتي في وقتها، مثلا اتصلت على صديقه منذ زمن لم نتحدث، مثلا ساعدت الوالده في اعمال المنزل، مثلا طبخت طبخه معينه، مثلا التزمت حاطه مثلا الوسائل التواصل الاجتماعي ساعه ونصف اليوم انا التزمت بالوقت ساعه ونصف، مثلا نمت في الوقت المحدد، استيقظت ابكر من المعتاد، حافظت على تماريني اليوميه في الرياضه في المنزل، مثلا قريت كتاب. كل هذه الأمور الإيجابية هنا ما الذي نفعله؟ نخلو ذهننا واللي يحاول التركيز على الجانب الإيجابي فقط. صحيح. يعني نعم. العقل نحن من نقوده، لو نبقى نفكر فقط في الأمور السلبية رح يبقى يفكر فقط في الأمور السلبية، لكن لو نقوده نحن نغير اتجاهه فقط الأمور الإيجابية رح يبقى عقلك دائما يفكر في الأمور الإيجابية. كاين أمر آخر مهم جدا اللي هو أنك رح تعودي عقلك، هو في نهاية اليوم سيسأل ما هي الأمور الإيجابية التي أنجزتها، يعني بطريقة أخرى أنا مطالبة بإنجاز أمور إيجابية حتى أكتبها في المساء. نعم. هذه رح يحفزك على إنجاز أمور إيجابية. نعم. نعم. ويعزز الثقة بالنفس وتعملي عمل القبطان يعني. نعم. طيب شكرا لك خولة عمامر على كل هذه المعلومات حول الثقة بالنفس، شرفتينا بحضورك اليوم. كلمة أخيرة تقولها معنا. والله كلمة أخيرة أنا أريد أن أتوجه بها للآباء حقيقة والأمهات، أنه ثقة بالنفس أو العادات الإيجابية والمهارات الإيجابية وتكوين شخصية الطفل أو الرجل الغد أو امرأة الغد السوية السليمة السعيد الواثق في نفسه الذي يعيش في طمأنينة داخلية تقريبا عمل جبار كبير جدا يقف على عاتق الأم والأب، وهم من بيدهم مفاتيح أبنائهم نجاحهم سعادتهم تميزهم كل الأمور الإيجابية التي ربما حتى هم في حد ذاتهم لم يحققوها. نعم. فأتمنى جدا أنه يولوهم كل الاهتمام. وأنهم خاصة نصيحة أخرى أيضا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، أتمنى أنهم يتم تقليل هذه الوسائل لأنها واحدة بين أهم أسباب نقص وضعف الثقة بالنفس اللي حتى خاصة عند المراهقين والشباب في هذا الوقت، إنه وسائل التواصل الاجتماعي صارت الآن تقوم على الصور، صارت تقوم على أنا خرجت أنا شريت أنا عملت أنا سافرت أنا اشتريت ربما صور ملابس مثالية يعني. صورة عن صورة للحياة المثالية، فيعتقد العقل الباطن إنه الجميع سعداء إنه الجميع منجز إنه الجميع سعيد إنه الجميع يعيش حياة مثالية، عدايا أنا وطيحوا في فخ المقارنات. فتقنين وسائل استعمال التواصل الاجتماعي قدر الإمكان. نعم. سيعزز جدا الثقة بالنفس ويخلي الإنسان يعيش في سلام داخلي. نعم. جزيل الشكر لك سيدة خولة مدربة مختصة في التنمية الذاتية، هي نصائح هي إرشادات وحتى تمارين بسيطة قدمتها لكم السيدة خولة عمامرة حتى ربما تساعدكم أو في تعزيز أقول ثقتكم بذواتكم. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا في برنامج صباح الوطنية لهذا الصباح، تحية لكم من جديد وين ما كنتوا تتابعوا فينا. برنامجنا أكيد متواصل معكم بمواضيع جديدة وضيوف، كذلك التحقوا بنا في البلاتو بلاتو صباح الوطنية. مشاهدينا العمل الخيري لا يقتصر فقط على الجمعيات وإنما يعني يمتد حتى إلى باقات في مواقع التواصل الاجتماعي، وخير مثال باقة ألف ليلة وليلة لجدنا اليوم ممثلة عن هذه الباقة هاجر عيساوي. مرحبا بك معنا صباح الخير. صباح النور، شكرا على هذه الدعوة الكريمة يعطيكم الصحة. هاجر عيساوي ممثلة باقة ألف ليلة وليلة. نعم. هاجر عيساوي باقة ألف وليلة وليلة هذه المجموعة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. هاجر كيف